أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك. وإذا كنا نتحدث عن موضوع ما قيل عن موضوع العودة الطوعية للاجئين وتصريحات وزير الخارجية التركية بعد هذه المساحة المفتوحة. وألو مسك، وسمعنا الكثير من الآراء. الآن نريد أن يعني نتعمق أكثر مع الأستاذ المحامي غزوان قرنفل، مدير تجمع المحامين السوريين، معنا عبر الاتصال المرئي. سعد صباحك أستاذ غزوان. تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا فيك. حياكم الله. كما ذكرنا قبل قليل، كنا نتحدث مع المتابعين والمستمعين عن ما قيل عن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية الأردني، والذي تم ذكر فيه عن الرغبة بتنظيم مؤتمر حول العودة الطوعية للاجئين السوريين أو للسوريين. ماذا تقول في هذا اللقاء، وما هي دلالات خلينا نقول هذا المؤتمر؟ يعني الحقيقة هي ليست المرة الأولى اللي نحكى فيها عن مؤتمر لعودة طوعية للاجئين بين تركيا والأردن، وسبق أن طرح هذا الأمر على أن يشمل أيضا لبنان والعراق، ولكن تخزع تنفيذ هذا المؤتمر سابقا بسبب أوضاع الحكومة اللبنانية غير المستقرة. بتقديري لا، الحديث عن عودة طوعية للاجئين شيء سابق لأوائل، لأنه العودة لا يشترط فيها فقط الطوعية، بل يجب أن تكون عودة آمنة. وواضح تماما أنه كل المعطيات لا تؤكد، بل تحسن بالضرورة أنه لا يوجد بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم الآن. سبق للرئيس أردوغان أن صرح أنه لن يتم إعادة السوريين قسرا إلى بلدهم ما لم يتم إنجاز حل سياسي نهائي في سوريا، وهذا الكلام لم يحصل حتى الآن. ليس هناك خطط لحل سياسي، ليس هناك معطيات على أن هناك حل نهائي للصراع في سوريا، وبالتالي لن يعود السوريون إلى حظيرة الحصار الحاكمة في دمشق. أما موضوع الاجتماع والحديث عن مؤتمر لعودة اللاجئين، أعتقد أنه يعني هو خطاب ينصرف إلى الداخل التركي أكثر مما هو معطى حقوقي سيرتب نتائج فيما يتعلق باللاجئين السوريين الموجودين في الأردن أو في تركيا. يعني دي أستاذ رزوان، هل تقصد مثلا أنه هو الغرض من طرح هيك أفكار هي فقط خلينا نقول طمأنة الداخل التركي، أنه نحن يعني ما زلنا نتحدث عن هذا الأمر، بس يعني خلينا نقول موضوع انتخابي؟ أنا تقديري له بعد، يعني هذا الكلام له بعد داخلي أكبر بكثير مما أن يترتب عليه نتائج قانونية، بمعنى أنه الأخذ موضوع ترحيل اللاجئين إلى بلدهم على محمد الجد في ظل المعطيات والظروف الحالية. لا يمكن كل التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها، بالإضافة إلى تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، كلها تؤكد على عدم إمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ما يزال البلد في كل رقعة جغرافية فيه غير آمن لعودة الناس، كما أنه لا يوجد أصلاً بنى تحتية تستطيع يعني استقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين. لا يعقل أن يرمى هؤلاء تحت أشعة الشمس أو تحت يعني ظروف معيشية من أسوأ ما يكون، دون أن يعني ينجز حل حقيقي على المستوى السياسي والبدء بمسيرة إعادة الأعمار. هذاك الوقت ممكن نحكي بشيء اسمه عودة طوعية وآمنة. يعني أستاذ غزوان،
نعم، إذا في ظل هذه الظروف كما تحدثت قبل قليل كان الأخوة كلهم يعني يتحدثون عن والآن سنأتي إلى موضوع أنه ليس هناك أصلا فرص عمل، يعني وأنا أنت تتحدث عن ما هو غير فرص العمل، ليس هناك بنية أيضا تحتية لاستيعاب السوريين فيما لو أصلا يعني أرادوا العودة. هل يشمل هذا الكلام أستاذ غزوان كل مناطق سوريا، سواء كانت المناطق الحدودية المحررة مثلا ولا والمناطق التي ما زالت تحت سيطرة النظام، ولا مختلف الوضع بين هاتين المنطقتين؟ لا، الحقيقة كل المناطق السورية ليست آمنة بكل المعاني، وفي المقدمة منها بالمعنى الأمني سلامة الناس وشعورهم بالطمأنينة على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. حتى المناطق اللي هي خارج سيطرة النظام تعج بالانتهاكات، جرائم والقطف وغيره من أنواع الجرائم، وبالتالي هي ليست مناطق آمنة بالمعنى يعني الإنساني ولا بالمعنى حتى القانوني، وبالتالي لا يمكن إكراه الناس على العودة إلى تلك المناطق. لا ننسى في جميع الأحوال أن تركيا دولة لها على التزامات قانونية على المستوى الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق اللاجئين، فيما يتعلق حتى بتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الموجودين فيها إلى بلدهم. صحيح هناك بعض السياسات اليوم تنفذ يعني من بعض التضييق بالإجراءات، ترحيل قسري أحيانا، يعني التضييق في موضوع عدم العمل، ولكن كل ذلك لا يعني أنه هناك عملية إكراه ستحصل على اللاجئين لإجبارهم على العودة إلى بلدهم. لكن بتقديري يعني ستستمر عملية الأوضاع القانونية للاجئين، بعضها محق وبعضها يتم توظيفه من قبل جهات ما إلى يعني الضغط على اللاجئين باتجاه يعني إكراههم بشكل غير مباشر على العودة أو التفكير بالعودة على العودة. أستاذ غزوان، أيضا يعني منذ فترة كان هناك مثل استبيان واستطلاع رأي للسوريين، وكانت نسبة كبيرة لا تفكر بالعودة إطلاقا، يعني بغض النظر عن أي معطيات أخرى. يعني من خلال معرفتكم، من خلال مشاهداتكم، إلى أي مدى ترى أنه الجالية السورية أو جزء كبير منها الآن بات لا يفكر أصلا بالعودة، بعيدا عن أي معطى آخر، يعني بعيدا عن أنه تغيرت الأوضاع أو تحسنت أو صار في بنية أو عمل أو غير ذلك؟ ما رأيكم في الاستطلاع الذي صدر قبل فترة من الزمن؟ بتقديري نتائج الاستطلاع تعبر عن حقائق يعني معلومة على المستوى حتى العالمي، أنه كل صراع يعني يمتد لفترة من الزمن تتجاوز السنوات العشر يعني بيكون فيما يتعلق بإمكانية عودة الناس إلى بلدها يعني منسوبة كثير بينخفض، وبتصفي الناس ما عندها رغبة بالعودة لسبب أنه هي أسست حياة جديدة، أجيال ولدت فيها في تلك البلدان ويعني انتظمت ضمن حياة مدرسية أو حياة عملية، بالتالي يعني فرص العودة أو إمكانية وجود رغبة بعودة اللاجئين ضمن مجتمع اللاجئين يعني تقل كثيرا. يعني نادرا أن ترى صراع دولي، حتى في الأمس القريب يعني بعام 2016 كان هناك مئات الآلاف من البوسنيين ما يزالون لاجئين بالرغم من أنه انتهت الحرب في البوسنة وباتفاق سلام وعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي، ومع ذلك عندما جاء السوريون إلى أوروبا وجد أكثر يعني مئات الآلاف من اللاجئين البوسنيين ما يزالون مقيمون في الدول التي لجأوا إليها ولم يعودوا إلى بلدهم لسبب أنه أسسوا حياة جديدة، لم يعد بالإمكان مغادرة تلك البلدان والعودة
لتأسيس مرة أخرى من جديد. يعني الآن بحكم أن في تركيا أيضا هناك مثلا أنت تتحدث ربما عن 5 ملايين مثلا تركي في ألمانيا ربما خرجوا في ظروف معينة قد تكون زالت هذه الظروف وأسباب تلك الهجرة، لكن كما تفضلت يعني يقول أحد أيضا الكتاب الهجرة طريق باتجاه واحد في كثير من الأحيان يكون طريق باتجاه واحد، لأنه الإنسان كما تفضلت يعني يؤسس حياة جديدة، يعتاد على مجتمع جديد، ليس من السهولة أن يعود إليه. حتى هناك تشبيه آخر، آسف على الإطالة، لكن يعجبني هذا التشبيه، أو أن الإنسان يشبه النبتة، عندما تقتلع من أرض سيتألم لأن هناك جذور معينة، لكن عندما يزرع في أرض أخرى وتريد أن تقتلع منها حتى لو كان من أجل العودة إلى تلك الأرض الأولى أيضا سيشعر بهذا الألم، لأنه بيكون امتدت جذوره في تلك الأرض الجديدة. أستاذ غزوان، لو نأتي إلى يعني رأيكم، نحن تحدثنا سمعنا آراء الناس اللي من خلال تواصلها مع أهلها وأقاربها في داخل السوري سواء كان مناطق محررة أو مناطق تحت سيطرة النظام أو غير ذلك كل المناطق، عن موضوع فرص العمل، ماذا تقولون أصلا عن توافر فرص عمل حقيقية في الداخل السوري؟ هي واضح يعني المشهد في سوريا كارثي، يعني ليس هناك يعني من فرص عمل، بالعكس يعني تضيق مساحات إمكانية الحصول على حد أدنى من العيش الإنساني الكريم. حتى في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لا يمكن أن تتأمل بدخول استثمارات مثلا أو إقامة مشاريع إنتاجية، لأنه لا يوجد بيئة آمنة لاستثمار تلك الأموال. يعني من ذا الذي سيغامر برأس ماله ويضعه في منطقة تعج بحملة السلاح وخارج نطاق القانون، لا سلطة للقضاء عليها، يعني القرار لحملة السلاح، وبالتالي لا أحد يغامر بإقامة مشاريع إنتاجية تشغل الناس وتفتح لهم سبل عيش. هذا الكلام لن يحصل، بالإضافة إلى معطيات أخرى تتعلق بوضع دولي، يعني موضوع تصنيف بعض الجهات أو الميليشيات على أنها منظمات إرهابية تحرم، طالما أنها تسيطر على مناطق جغرافية معينة تحرم تلك الجغرافيا من إمكانية أن يكون هناك عمل لا يخضع أو يكون مطمئناً أنه لن يخضع لعقوبات أو للتضييق أو للمصادرة الأموال حتى من قبل الجهات الدولية، لأنه سيفسر الأمر على أنه دعم للإرهاب. فإذن في جميع الأحوال المشهد كارثي حقيقة، وظروف الناس يعني تزداد بؤس وشقاء، وبالتالي يعني صحيح ليس مطلوب من الدول أن يعني الملجئة أن يعني تتقبل الناس، لأنه لمجرد فقط أنه ليس لديهم فرصة عمل في بلدهم، لأنه هذا ليس لجوء اقتصادي، نحن نتحدث عن لجوء الناس طلبا والتماسا للأمان والحفاظ على الحياة، لأنه هو عرضة للاضطهاد، عرضة للقتل، عرضة للاعتقال، وليس لأنه لا يوجد عنده فرصة عمل. نحن لا نتحدث الآن عن لجوء اقتصادي، لذلك يعني فكرة أن يبقى 4 مليون سوري في تركيا ليست مجبرة تركيا أن تضيف 4 مليون إلى تعداد سكانها، ولكن أيضا لا يمكنها بالمقابل إجبار هؤلاء الملايين الأربعة أن يغادروا البلد في ظل الظروف والمعطيات الحالية. أنا أزعم أنه ممكن الناس فعلا هي لوحدة تغادر بدون إكراه عندما يكون هناك فعلا تغيير في المشهد السوري على المستوى السياسي، والبدء بورشة كبيرة لإعادة الأعمار. كثير من السوريون سيعودون إلى بلدهم، يعني وخصوصا الموجودين في لبنان أو موجودين في تركيا أو في العراق أو حتى في الأردن، لأنه يكون المشهد مختلف تماما. لم يكون هناك جهة تلاحق الناس وتعتقلهم وتعذبهم وتخضعهم للقتل والقهر،
سيكون هناك فرص عمل لأنه ورشة إعادة الأعمار تكون قد انطلقت. أما اليوم التفكير بإعادة هؤلاء الناس إلى بلدهم قسرا تحت مسمى عودة طوعية، هذا الكلام لا يجوز أن يحصل، وأزعم أنه لن يحصل. يعني نحن فينا نقول أنه مثل ما تفضلت، أنا بدي أكد على ما ذكرته قبل قليل أنتو، أنه كثير من هذا ما يدعى إليها أو يقال هو أقرب لخطاب موجه للداخل التركي حتى ما ينشعر الناس بالخوف. كثير من الناس بيقول لك صرنا عايشين على أعصابنا، يعني حسب كلامك أنه هذا الأمر لا يجوز ولا يتوقع ولا يمكن حتى أن يحصل. وأضيف إلى ما ذكرت تصريح لوزير الداخلية قبل التركي قبل أيام، لا حل وعلينا أن نعتاد على وجود السوريين بيننا. كما تفضلت يعني أنه هي ليست قد تكون مضطرة أن تضيف 4 ملايين، لكن هذا الواقع لا يمكنها أن تعود إلى الوراء. يعني هي هذا ما نريده بصراحة، رسائل طمأنة للناس، لأنه البعض يعني يشعر بعدم الاستقرار عند أبسط حادثة تحدث، يشعر أنه هل ممكن أن يحدث تهجير كامل، عودة قسرية كاملة. إذا نأخذ مما تفضلت أنه هذا الأمر ضمن المعطيات الحالية غير قابل للحصول. أستاذ، يعني هي هذه المحاور الأساسية التي صراحة أردنا أن نضيء عليها، موضوع هذا التصريح، موضوع هذا المؤتمر. ذكرت سابقا، بس أنت وكنت بدي أسألك، أنه سابقا تم الدعوة إلى مؤتمرات بهذا الأمر، هل حدث، هل تحقق أحد هذه المؤتمرات؟ يعني هل أقيم ولا بقيت في إطار الدعوات؟ لا، هو حتى بشكل رسمي من قبل تركيا دعي قبل ذلك إلى نفس المؤتمر، يعني الذي تحدث عنه يوم الأربعاء الماضي وزير الخارجية التركي. حصل حديث عن اجتماع رباعي يعني لممثلين عن تركيا والأردن والعراق ولبنان، وعلى أن يعقد مؤتمر للعودة الطوعية للاجئين، ولكن تعذر عقده بسبب ظروف الحكومة اللبنانية، استقالت وجمدت عملها وعلقت عملها وكل ذلك، فتأجل. يبدو أنه تجدد الحديث اليوم على أثر زيارة وزير الخارجية الأردني إلى أنقرة، وبالتالي أعيد الحديث عن هذا الكلام. عقد المؤتمر بحد ذاته لا يمثل مشكلة، يعني طالما أنك لم تتخذ قرارات بإكراه الناس على العودة، عليك أن توفر لهم عندما تعقد مثل هذا الاجتماع، توفر لهم معطيات العودة الطوعية فعلا والآمنة. يعني شرط الآمنة الذي لم يذكر في التصريح الأخير يجب أن يكون متوفر، بما أن التقارير الحقوقية على المستوى الدولي كله بتأكد على عدم جواز إعادة اللاجئين، لأنه لا يوجد بيئة آمنة لعودتهم إلى بلدهم. فتركيا لن تستطيع أن تكون خارج السياق الحقوقي، لأنه هي عليها التزامات قانونية دولية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين، فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان بكليتها، وبالتالي لا تستطيع إكراه الناس على العودة. أعود لملاحظة حضرتك ذكرتها فيما يتعلق بتقبل المجتمع التركي لفكرة اندماج عدد كبير من اللاجئين، أو تقبل وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في المجتمع التركي. هناك عدد من الباحثين الأتراك وجه دعوات صريحة منذ عدة أشهر إلى الحكومة التركية وإلى المجتمع التركي أنه عليهم أن يتقبلوا فكرة أن معظم السوريين لن يعودوا إلى بلدهم، وبالتالي عليهم توفير فرص اندماج هؤلاء ضمن المجتمع. جميل. حتى الآن ما يشتغل عليه فيما يتعلق بتوفير البيئة اللازمة للاندماج لم تحصل كما يجب، لأنه فكرة الاندماج تحتاج إلى عناصر قانونية توفر الأرضية اللي بتأهلك أنه تدخل بسوق العمل، وأنه تعيش ضمن مجتمع طبيعي ما بكانتونات معزولة. يعني أزعم أن هناك خطوات تتخذ بهذا الاتجاه، لكنها
بطيئة وأسرى ما يزال ضعيف جدا. جميل جدا أستاذ غزوان. أضيف نقطتين يعني لما تفضلت به، أنه حتى المعارضة التركية وهي صاحبة الخطاب خلينا نقول الأكثر تشددا إذا السوريين، قال يعني حتى رئيس المعارضة أو رئيس أكبر حزب معارض قال سنعيد السوريين بالطبل والزمر، يعني كناية عن أنهم سيعودون طواعية وفرحين. فالفكرة أنه حتى الجهات الأكثر تشددا في خطابها تجاه السوريين لم يتحدث أحد إلا عن عودة طوعية بكامل خلينا نقول الاختيار، هذا بس من باب أيضا طمأنة الناس. وأريد هنا أن أوضح نقطة يعني لعل سبحان الله دائما نحن نذكر بها ولكن أحيانا يسبقنا لساننا دغري ونعود نقول اللاجئين السوريين، والشباب كانوا دائما بالتواصل يخبرونا أنه لا تطلقوا كلمة لاجئين على السوريين اللاجئ، ربما يعني يصدق هذا المصطلح مع الموجود في الشمال في الخيام في غير ذلك. أما الجالية السورية التي جاءت مثلا وبدأت أعمال وبدأت وأصبحت منتجة وليس لاجئ بمعنى اللاجئ، يعني حتى في لقائنا مع دائرة الهجرة منذ أسابيع يعني أكدوا أنه إنه هذه فئات هي مختلفة، ليس كل خلينا نقول عربي أو سوري موجود هو لاجئ أو ملتجي حسب المصطلح التركي، وهذا مختلف تعامله عن الشخص الآخر الذي جاء وأحيانا أصبح مستثمر ثم أصبح صاحب جنسية وصاحب مواطنة يعني في هذا البلد. أستاذ غزوان شاكر جدا لوجودك معنا في هذا الصباح وهذه الإضاءات وهذه الطمأنة خلينا نقول لكل من أحيانا يصاب بشيء من القلق من مثل هذه الأخبار. شرفتنا ونورتنا في صباحك مسك. شكرا لحضراتكم وشكرا للاستضافة. حياكم الله حياكم الله. وهكذا أحبائي المتابعين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. لا أنسى أن أذكركم أننا دخلنا في شهر شعبان، شهر يفصلنا عن شهر الرحمة والبركات عن شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، وصباحكم مسك. صباحك مسك، صباحك عنبر، وورد وفل وقطعة سكر، وكأس من الشاي حلو لذيذ، بنعناع أرضي بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكبر، صباح برائحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سميت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا، لكم فيه ما تشتهون وأكثر.